قدي بتخاف انه رح نتوحد تصير بكرة مثل ما خلون؟ كنا قادرين ننسوا اشتحال وفات ونطلع نواب واحد منهم قاعد معنا اليوم. بدي يجي يقول لي شو هي معاركه الأساسية وبعدين يتحالف مع الشيطان حتى ليخوض هيدي المعارك. ما بتفرق معي تحالف أمل حزب الله التيار مرضى اللي هو إذا بدك اليوم أنا برأيي هو الخطر الحقيقي على البلد. كيف لا نسمح لطائفة مسلحة أن تسيطر على بقية الطوائف غير المسلحة؟ صار في هرطقة كاملة ضمن المجلس وضمن اللجان لي اليوم معول عليهم. أنت عند أول كوع ما حد قدر تعول عليهم. هل ممكن المعارضة تتفق على رئيس؟ مش مقبول اليوم أنه يكون في بس طرف واحد هو عم بيقدم طرح ويمشي فيه. ما بيحمل 6 سنين مثل القطعون. شو اللي بيمنع مثلا الموقف الواحد او التوحد بين الكتائب والقوات مثلا؟ دولتنا عم تنهار وهيدي يعني نحن رح نكون اول ضحايا. بس شو هي هالغريزة اللي انت جوعان عم تنتخب اللي جوعك؟ معارضين ما بدهم يوسخوا حالهم بالسياسة، بدهم يبقوا ثوار داخل مجلس النواب. المسؤولين السياسيين بلبنان كان لازم يتجرجروا على الطرقات والحبوسة وكان لازم تتعلق مشان منظومة عم بتجرب عم تعمل كل شيء عم ترجع تحكي دايما عن المواضيع الطائفية شد عصب. بحاجة لنقاش عميق حول استرجاع السيادة. رافض فكرة انه امل حزب الله يختزلون الشيعة في لبنان.